بالتزامن مع الصراع السياسي بشأن تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب، يشهد العراق تصعيدا أمنيا يتمثل بتكرار قصف البعثات والمصالح الأجنبية ومهاجمة المؤسسات ومقرات الأحزاب، فضلا عن الاغتيالات المتبادلة. جاء ذلك بعد خسارة ميليشيات موالية لإيران نتائج الانتخابات وتهديداتها بأن أياما سوداء تنتظر العراق. كل ما يجري الآن من وضع أمني متدهور وأزمة سياسية كبيرة كانت هي نتيجة متوقعة لنتائج الانتخابات اللي جرت في الفترة الأخيرة، وبمشاركة قليلة جدا من المواطنين، يعني قد نسبتها من 18 إلى 20 مليون. فكانت هذه النتائج متوقعة 100%. هذه القوى الخاسرة اليوم بدها تعبر عن رأيها بطريقة غير حضارية غير سلمية. الأعمال الأمنية جاي تهدد العراق حالة طبيعية جدا للنظام السياسي الفاشل في العراق والصراع على السلطة. كل الأحزاب التي انتخبت في البرلمان هي أحزاب للسيطرة على السلطة والمنافع الذاتية الشخصية وكذلك لأحزابهم. ويقول متابعون للشأن العراقي إن وتيرة العنف تصاعدت بعيد عقد جلسة البرلمان الأولى، والتي وضعت القوى المقربة من إيران في مأزق للاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر التي يحق لها اختيار رئيس الحكومة، لا سيما وأن الاجتماعات التي عقدها طرفا الصراع لم تسفر عن أي تقارب في المواقف حتى الآن. الصراع المتنفذين في العملية السياسية هم اللي وضعوا قانون الانتخابات فصلوا على مقاسم وخسروا الانتخابات، ومنهم من فاز بالانتخابات وفق المناطقية، فهناك صراع على الكعكة العراقية. ويبدو العجز الحكومي واضحا في التعامل مع رسائل العنف المتبادلة، حيث لم تكشف الأجهزة الأمنية هوية الجهات التي تقف خلف الهجمات، بينما يبقى المواطن العراقي هو الضحية، لتتأكد في كل مرة مقولة أن هؤلاء إذا اتفقوا سرقونا وإذا اختلفوا قتلونا.